لي سيلفي عدلت موجودكم علينا في العرض 93 في ولايه القيروان، 98.9 في بث موحد مع راديو 30 اف ام في تونس الكبرى. مازلنا واصلين معاكم المشوار، تتفيت نمشي بكم الاكتواليتي. اكتواليتي ماتينال، اكتواليتي ماتينال. في الاكتواليتي ماتينال اليوم باش نحكيو على الاحتفال بتسعينية الكشافة التونسية، نشاط العشرية الطلابية في كلية رقيدة، ويوم الذكرى العالمي هذا مع فوج التربية. حضر معنا القائدة هجر الخلفيوي ومكلفة بالاعلام وفي الاصل استاذة الرياضيات. صباح النور هجر. صباح الخير مريم. مرحبا بك هجر. هذه لقاءنا الثاني في الويكاند معي انا ثاني شنو مع حسين. اليوم الاحتفال بالتسعينية مع نتاع الكشافة التونسية، حكينا على أهمية الكشافة التونسية شخطو في الحياة نتاع الفرد. باهي، احنا راهو التسعينية صارت البارح جيست، واللي قبلها اللي هو نهار الجمعة. بدأت من نهار الجمعة الاحتفالية بالتسعينية، هي 90 سنة على تأسيس الكشافة التونسية اللي هي من 1933 2023 صاي غلقنا 90 سنة ما شاء الله. من نهار الجمعة بدينا بالأول احتفالات اللي هي تم رفع العلم في كامل المؤسسات التربوية كل سواء العامة أو الخاصة بالطريقة الكشفية. من بعدها نهار السبت اللي هو البارح تم الاحتفال من 7 متاع العشية في باب جلادين. والاحتفال كان 90 دقيقة لرمزية 90 سنة. أي 90 سنة. أول ما بدينا الاحتفالات بديناها بالصيحات والأناشيد الكشفية. من بعد جبنا الشعلة متاع التسعينية، شعلنا نار المخيم وعملنا تكريم لقادتنا القدامى الكل. هذا الكل صار في 90 دقيقة. هذايا متاع الاحتفال بالتسعينية. وراو ماناش انا كان جهة القيروان عملنا الاحتفال في تونس كاملة. وتقريبا في نفس الوقت وكلها 90 دقيقة. يعني في الولايات الكل. والرمزية اللي يعطيك الصحة. بإضافة لذلك حتى تحية العلم صارت في الولايات الكل بنفس الطريقة. بالطريقة الكشفية. كيف تختلف بالطريقة الكشفية؟ احنا بصفة عامة تحية العلم كيفاه تبدا؟ الكلنا ناقفوا، تبدا تحية العلم حومة الحماية وتلقاه واحد يرفع في العلم. بالنسبة للطريقة نتاع الكشافة تلقاها تقريبا يعني بنية وليد اللي هو جوال ودليلة أو كشاف ومرشدة. الدليلة تهز ترفع العلم بالتحية تاع الكشافة اللي هي هكا تحط يديها الزوز، والوليد هو اللي يقوم برفع العلم. بعد ما يكمل العلم يوصل وقتها نقولوا كفاء، يربطوا العلم يوخروا يحيوا العلم. من بعد تبدا تحت العلم يعني حماة الحماية. يعني المره الاولى وقت اللي تم يبدا رفع العلم نبداو الكل بالتحيه ونحيوا في العلم، صاي يوصل العلم وقتها نبداو نشيد. هذه التحيه الكشفيه. سينو هذه دونك احتفلتوا مده نهار الجمعه ونهار السبت بالاحتفال التسعينيه نتاع الكشافه التونسيه. ديما الانشطه متواصله في الكشافه التونسيه اللي ما يتغيبش، تقريبا كل اسبوع لازم نلقاو نشاط. يعطيك الصحه، كل جمعه عندنا نشاط، كيلك سوا انشطه صغرى في الافواج والا انشطه كبرى والا ملتقيات. بالنسبه اليوم عندنا في فوج التربيه الاحتفال بيوم الذكرى العالمي. في فوج التربية اللي هو يخص الفتيات فقط، اللي هما كيلكو سوا عصافير أو زهرات وإلا مرشدات وإلا دليلات. معاه تزامنا معاه عنا النشاط متاع العشيرة الطلابية. العشيرة متاعنا اللي حكينا عليها قبل اللي هي تكون من دليلات وجوالة. اللي هما العمر من 17 سنة ل 23 سنة. باش نقوموا بحملة نظافة. ومعها تجير، زاد حملة تجير. فين باش تكون المناطق؟ في كلية الرقيدة. دونك في كلية الرقيدة باش تقوموا في المبيت والكلية. يستحقوا. المبيت نتصوروا يستحقوا خاطر فيك معناها بلاصة فيها ديزيتيديون أكيد مكتظة. نحبوا نشوفوا المنظر الجميل بتاع الفكرة. أكيد أكثر راهو مريم النشاط، يعني النشاط يخليهم يعني يعرف قيمة شنو يعني نظاف. احنا توا راهو في الشوارع نتاعنا تراها اي واحد ياكل وتلقاها كبير مش حتى صغير. ياكل ويلوح.
فوالا. يعني انا مادامني انا مسؤول عن النظافه، يعني حتى انا مسؤول نهار باش نوسخها لازم نحاسب روحي. والتشجير احنا ذي ثقافه في كل بلدان تلقاها. مثال انا نتذكر في الصين انه كل صغير يتولد يزرع معاه شجره. علاش لا يتعمل ليكيليبر، تلقاك هو نظيف. يعني لازم البلاصه اللي نكونوا فيها على الاقل تكون خضراء. فوالا هذه هي ان شاء الله تكونوا في تغطيه مختلف الانشطه. فما حاجه نجموا نضيفوها هجر؟ عندنا معرض تراث وحكينا عليه قبل برسك من عام ناول السنه متواصل. مشروع تراث اللي احنا عندنا معرض ان شاء الله نهار 12 مارس باش يكون فيه انشطه مختلفه، باش يكون فيه حكواتي يقوم بسرد الحكايات نتاعنا كل المقاع الخابيه القديمه. وباش تكون فيه الخط العربي، وباش تكون فيه يعني عرض لوحات قديمه، يعني باش يكون فيه انشطه مختلفه ومتنوعه. باش يكونوا فيه كالعاده نحب نذكر العصافير الصغيرات نتاعنا من 4 سنين. وعندنا الأشبال والزهرات باش يكونوا حاضرين زادة، والمرشدات والكشافة والدليلات والجوالة. هاكا المراحل الكل نذكرها ما ننسى حتى واحد. أكيد لازم 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 نذكر أكيد بالمراحل. وباهي هي الثقافة خاطر التسميات هذوما حتى احنا حكينا عليهم المرة اللي فاتت، دونك باهي كي نذكروا بالتسميات هذوما. على خاطر احنا إذا باش نعملوا نشاط مريم نتاع عصافير، إذا باش ندخلوهم احنا مع دليلات مثال وإلا مع مرشدات ماهمش نفس المتطلبات. يعني نجمك الصغيرة ذاك الحاجة اللي باش تقدمها أنت للمرشدات اللي هي عمرها من 12 حتى 17 سنة ماهيش المتطلبات نتاعها هي نفسها المتطلبات نتاع صغرون 4 سنين. يعني كل واحد والمتطلبات نتاعه، وكل واحد حتى النشاط كيفاش تقدمه له وكيفاش تبسطه له. نجم مرشدة تفهمك، نجم عصفور صغير ما يفهمكش. هذاك عليه تم التقسيم على خاطر كل مرحلة وعندها الخصوصيات نتاعها. احنا نتمنى لكم اكيد تفاصيل مختلفة الانشطة اللي ديما القيم والحاجات اللي قاعدين تزرعوا فيهم الحقيقة من الصغيرات حتى كش اللي تواصل. هذاك علاش ديما نقول انا الكشافة مهمة ومهمة جدا، خاصة من ناحية الديسيبلين، تتعلم معنا النظام كيفاش تعيش حياتك مرتبة. دونك ننصح الأولي الحقيقة قلنا احنا انطلاقا من 4 سنوات أربع سنوات اللي صغيرها عندها تحب ترد. ونعرف احنا صعوبية الصغار سورتو توا في التربية نتاع الصغار، نعلمهم تحمل المسؤولية منذ الـ4 سنوات. عفوا، يعطيك الصحة. أي فما نقطة صحة مريم، فقط أنا حبيت نوري الصفحة نتاعنا كان مطرش مانا اللي يحب يشوف الأنشطة نتاعنا ويتبعنا. دونك ينجموا يدخلوا معناها ريشيرش جهه القيروان للكشافه التونسيه ويدخلوا يتبعوكم، واللي يحب ينخرط في الكشافه ينجم يمشي للناس الكل. نذكركم جهه القيروان للكشافه التونسيه، سامبل كليك في الريشيرش باللغه العربيه تكتبوها وتنجموا تدخلوا تلقاو ليزاكتيفيتي الكل نتاع الكشافه في ولايه القيروان. وتنجموا زاده كيف تمشي وتشاركوا في الانشطه هذوما وتنخرطوا في الكشافه التونسيه. ميرسي بوكو ليك هاجر الخلفاوي، القايده هجر الخلفاوي مكلفه بالاعلام صلب الكشافه التونسيه في ولايه القيروان. كانت هذه لاكتواليتي ماتينال. اكتواليتي ماتينال، اكتواليتي ماتينال. سينو احنا مزنا وسينو معكم صبحيتنا حتى للعشرة متاع صباح. بعد شوي نمشي بكم المعتمدية حفوز ويمش نحكيه على بالتعاون مع نادي الاطفال المتنقل يوم تحت